مشاهدينا ومشاهدي اليوم السابع، اهلا وسهلا بكم ولقاء جديد مع سيده مكافحه من طراز خاص. هي سيده من مدينه المحله الكبرى بحفص الغربيه، وهي الست ام حماده، يعني التي تعمل في مهنه من مهن الرجال وتعمل على مركبه توك توك في مدينه المحله الكبرى، نظرا لضيق ذات اليد وسعيها لكسب الرزق والانفاق على اولادها وزوجة ابنها واطفاله. يعني رغم يعني مع قرب اقتراب عيد الام، ما زالت هذه السيده المكافحه تعمل بكد وتعب في مدينه المحله، وتواصل الليل بالنهار على مركبه التوك توك من اجل كسب الرزق الحلال ويعني توفير لقمه عيش بالحلال لاسرتها. تعرف اكتر من قصه ام حماده عن تفاصيل حياتها، وتعرفنا عن قصه كفاحها المشرفه دي، وتحكي لنا عن تفاصيل حياتها. ست ام حماده، ازي حضرتك؟ علي بس انت شويه ممكن. حضرتك ام حماده، عرفينا بيك الاول واحكي لنا بقى عن قصه كفاحك، وان انت يعني من امتى بتركبي توك توك، ومراحل كفاحك ازاي عامله ازاي؟ مراحل كفاحي صعبه والله. طيب ابدأ لنا واحكي لنا بقى يا ام حماده، يعني امتى بقى بداتي في موضوع الشغل او تنزلي على تركبي توك توك؟ التوك توك بداته في الصيف. بدات ايه؟ بدات التوك توك في الصيف، بركب توك توك الصيف اللي فات. تمام. لان مفيش شغل، كل ما اروح اشتغل في المكان يقول لك احنا عايزين بنات صغيره، طب والناس الكبيره تموت. تمام. عشان كده نزلت على توك توك، لان عندي مسؤوليات. غير ان انا عندي مسؤوليات، انا اتنصب عليها في شقه جايبه لها كارد، ودي مشكله انا مش عارفه احلها. كان الكارد واخده كارد قد ايه بقى؟ انا واخده كارد، المفروض ان انا كنت جايبه 75، خدتهم 68 وبقيتهم 125. تمام. طيب ام حماده، قولي لي بقى يعني اول ما بدات توك توك، مين حد علمك السواقه ولا مني ولا مين علمك؟ حد علمني. ولد صغير علمني، خليك ولد صغير علمني. طب ايه، مين فكره، مين صاحب فكره ان انت تركبي توك توك يا ام حماده؟ انا صاحبه الفكره، لان انا دورت على شغل ما لقيتش، وما اعرفش اعمل حاجه غلط ولا حاجه حرام. ماشي. اعمل ايه طيب؟ ما انا لازم اعيش. طيب اتعلمت ازاي؟ يعني اتعلمت التوك توك السواقه ازاي؟ يعني اتعلمتها بسهوله ولا يعني، وكانت نظره الناس ليك وانت راكبه التوك توك كانت عامله ازاي يعني؟ هو انا اساسا انا بعرف اسوق عربيه، فكانت سواقه التوك توك بالنسبه لي مش صعبه يعني. تمام. بصراحه انا كنت قلقانه من نظره الناس وتعاملهم معايا، بس انا لقيت الناس كلها متفهمه والناس كويسه جدا، متفاهمين الوضع، الكبار والصغيرين، حتى الناس اللي هي مش محترمه بيتعاملوا معايا بكل احترام وبكل ادب، سواء راكب معايا سواء زميلي، كلهم بيتعاملوا معايا باحترام وبكل ادب بصراحه يعني. طيب يعني للوهله الاولى بقى، يعني كنت محروجه وانت بتنزل تتعامل مع الناس، وانت يعني نازله تركب توك توك؟ لان دي لا مش محروجه، كواحده ست وبتاع، مش محروجه لان انا ما بعملش حاجه غلط. يعني معلش، انا يعني في يوم من الايام انا كنت بطلع ليبيا بجيب بضاعه. تطلع تسوقي؟ لا، كنت بطلع اجيب بضاعه، بشتغل على خط ليبيا في البضاعه، بجيب بضاعه من هنا، باخد بضاعه من هنا واوديها ليبيا، واجيب من ليبيا بضاعه هنا. فالشغل بالنسبه لي ايا كان نوع العمل فهو بالنسبه لي مش عادي يعني. طب الناس بقى لما بتركب معاك وتلاقي واحد راكب توك توك، يعني يقولوا لا الستات بيخافوا من سواقتها وبتاع، يعني لا لا، الناس كانت بتركب معاك يقول لك ايه؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس. الناس حتى لما بتشوف الوقفه بيفضلوا يركبوا معايا، ناس كتير قوي، سواء رجاله سواء حريم سواء شباب، كلهم في قمه الادب والاحترام. طب انت مثلا ما تعرضتش لمضايقات يا ام حماده وانت شغاله على التوك توك مثلا من حد بتاع حد مثلا رخم عليك وانت سايقه التوك توك، من سواقين مثلا تكاتك التانيين رخموا عليك ده وعليك؟ لا، العاديه دي بقى عادي، دي حاجات عاديه يعني. انما يعني ما حد يقول لي لفظ خارج او كده، او ينزل لي نظره وحشه، بصراحه لا، انا ما لقيتش الكلام ده، لقيت الناس كلها كويسه جدا والناس متفاهمه الوضع وعارفه الظروف وعارفين الحياه، ان الحياه صعبه، وده عمل زيه زي اي عمل، مش حاجة عيب ولا حاجة حرام. ده في واحدة بتشتغل حدادة، وفي نقاشة، وفي سباكة، ما بقاش دلوقتي في راجل وست في شغلانة. بقى في حاجة اسمها أكل عيش، عايزين نفتح البيت، عايزين، في مسؤولية. فما بقتش فارقة نوع الشغلانة. مرضية من شغلانتك دي يا محمدة؟ الحمد لله. يعني شايفة إن أنت يعني الحمد لله بترجعي بيتك، الحمد لله ربنا مرضيك. الحمد لله، يكفي إن أنا بروح بيتي بخير وسلام. الفلوس دي آخر حاجة، ده رزق. ونعم بالله. ده رزق بتاع ربنا، عادي وارد ان انا اروح اصلا معيش حق البنزين. ده رزق.
انت قلت لي في الاول يعني انت شغاله على مكنه حد مش بتاعتك انت. لا مش بتاعتك. طيب يعني بالنسبه بقى يعني حياتك يعني ازاي بتوفقي ما بين حياتك في البيت وحياتك في الشغل وبتبداي شغلك من امتى وبتخلصي امتى؟ انا مثلا يعني انا بصحى الفجر لو في حاجه بعملها مش عارف ايه بروق بعمل بنزل على الساعه 7 8 لحد الساعه 4 3 5 اقصى حاجه ما بشتغلش بالليل. ما بتشتغلش بالليل خالص؟ ولا المغرب ما يجيش عليا المغرب وانا بره. انا المغرب جدا عليا وانا في البيت. ازاي بقى يعني احنا داخلين على رمضان كل سنه طيبه، يعني ازاي توفقي مثلا ما بين شغلك في البيت وشغلك ورمضان وتجهيز الفطار ويعني عندهم مسؤوليه ما بتفكرش في الكلام ده كله. صدقني. ام حماده انت نفسك في ايه؟ انا نفسي بس في حاجه واحده، يعني مشكله الشقه تتحل، وبدل ما كنت بدفع مثلا 275 ايجار ادفع 550. يعني انا بقى دافع ولفات وده اللي جوبي. طب ليه؟ طيب خليني زي اللي مستلم حد. خلاص ربنا يعوض عليا ب 60,000 بس انا معيش 24 عشان اقنن، ومعيش ان انا ادفع لك كل شهر 550. ما خليني زي اللي مستلم. ما الغلطه غلطتك انت اللي غلطت عشان انت ما عملتش تحريات عن الناس اللي انت بتديها الشقه، فما تحاسبنيش انا بقى. صح ولا انا بتكلم غلط؟ تمام تمام. بس هي دي المشكله دي انا عايزاها تتحل. بتواجهك صعوبات يا ابو حماده وانت شغال على المكنه هنا، شغال مكنه التوك توك، او مثلا معوقات بتقابلك مثلا يعني مع اي حد في الشارع بتاع؟ لو مثلا المكنه فيها عطل، الكاوتش فيها عطل، بتتصرف ازاي معاك؟ ولاد الحلال كتير. انا بس بمجرد ما بقف كده بتلاقي بص كل التكاتك والفتله حتى ممكن تكون عربيات ملاكي محتاجه حاجه، طب محتاجه بنزين، طب في حاجه. كل الناس كويسه على فكره. يعني مثلا لو الكاوتش نام منك انت يعني ما تعرفيش تعمليه، لكن اللي بتخلي حد يساعدك فيه؟ ما بخليش والله. انا بقول لك بمجرد ما بقف كده بس وبنزل اقف جنب المكنه بتلاقي ناس كتير وقفت تساعدني. كل الناس وقفت بتقف تساعد. ربنا يحفظك يا رب يا ابو حماده. ويعني كلمه بقى تقوليها لاولادك، ويعني انت والناس كلها اللي بتشوفك النهارده على اليوم السابع ان شاء الله، تقولي للناس ايه وتقولي لاولادك ايه؟ اقول للناس يا رب ربنا ما يحرمش حد من دونه. تقولي للشعب المصري ايه او تقولي للناس ايه اللي هيشوفوك النهارده على اليوم السابع ان شاء الله؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها ايام سعيده عليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى الناس جميعا، مسلم ومسيحي وكله، كل الناس يا رب يجعلها سنه سعيده عليهم. رساله بقى من ام مكافحه، تقول ايه؟ يعني مش فاهم. يعني انت كأم مكافحة يعني ايه اللي نفسك توصليه، يعني توصليه اول نفسك فيه نفسك تعمليه يعني؟ والله نفسي رضا ربنا بس، مش عايزة حاجة تاني، رضا ربنا. مبسوطة يا محمد من شغلك ده؟ الحمد لله. ربنا يرضى عنك ويرضيك ان شاء الله دايما يا رب. ربنا يرضيك ويرضى عنك دايما يا رب. شكرا ليك يا محمد. شكرا.